السلام عليكم يا شباب، اهلا بكم في قناه مستر وائل للبيولوجي. ابنائي وبناتي طلبه الصف الاول الثانوي الترم الثاني، هنحل النهارده موديل اكزام 7 على الترم الثاني. هسيب 5 سكند بعد كل سؤال ان شاء الله كلكم تحلوها بصوره صحيحه. اتفضلوا يا شباب نشوف الاسئله. Which of the following statement is wrong؟ ار الاسئله الاول واسيبكم تختاروا وبعدين نختار مع بعض. Majority of mammals suckle their young. طب some mammals lay eggs. طب all mammals have canine. طب all mammals breathe by lung. انهي جمله في دول رونج يا شباب؟ 5 seconds. اوكي، الجمله الرونج هنا يا شباب ان all mammals have canine. احنا عارفين ان order edentata have no front teeth او have no teeth اصلا، صح؟ زي السلوس والارماديلو، فكل الماملز have canine؟ لا طبعا. طب نتاكد ان التلات جمل التانيين صحيحه. Majority of mammals suckle their young. احنا اصلا سميناهم mammals يعني عشان هم عندهم mammary gland وبيعملوا suckling لليانج، فالجمله دي صح طبعا. Some mammals lay egg. احنا قلنا البروتوسيريا دول lay egg وانكيوبيت الايج لغايه ما يحصل لهم هاتشنج، وبعد ما الايج هاتشد كده يعملوا suckling للبيبيز، فعشان كده برضو حطيناهم تبع المامالز، ولكن هم lay egg، صح كده؟ طيب all mammals breathe by lung، طبعا كل الماملز breathe by lung، حتى اوردر سيتاشي اللي عايشين في الووتر اللي هم زي الدولفين والويل برضو كل شويه لازم يطلعوا كده من تحت الميه ياخدوا البريز بتاعهم او الانهيليشن بتاعهم من الاتموسفيريك اير وينزلوا تاني. فالجمله اللي هنختارها غلط هي الجمله سي. طيب which of the following karyotype doesn't express an abnormal chromosomal case in human؟ طب بصيغه اخرى الكلام ده بيقول لك انهي كريوتايب اللي نورمال هيومن، سواء نورمال ميل او نورمال فيميل، فانا رايح اختار مين فيهم النورمال يعني، صح كده؟ نبص كده على الكريوتايب ايه وبي وسي ده. طيب انا شايف ان ايه، عيني راحت على البير نمبر 21 اهو، في 3 كوبيز اهو، صح كده؟ ده داون سندروم، صح كده؟ وداون سندروم لميل كمان، تمام كده؟ يبقى ده ميل داون سندروم وده ابنورمال كروموزومال كيسز. طب نبص كده على الكروموزومال استراكشر نمبر ايه، نمبر بي، انا شايف اكس كروموزوم واحد، مفيش انذر 6 كروموزوم سواء اكس او واي، فده طبعا ابنورمال كيس، ودي حاله تيرنر سندروم اللي لازم تبقى في ميل زي ما انتم عارفين. طيب انا شايف هنا برضو اكس اكس واي، ده حاله كلاين فلتر، صح؟ ده برضو ابنورمال كروموزومال كيس لكلاين فلتر سندروم، وطبعا ده ميل. اوكي اخر واحد ده بقى بيقول لك انا نورمال ميل اهو، الاجابه دي انا نورمال ميل، صح كده؟ فكل دول ابنورمال كروموزومال كيزز اللي هو اي وي وسي، ما عدا دي نورمال ميل، صح يا شباب؟ الاختيار بتاعنا هو دي. اوكي طيب بوني فيش ديفر فروم ادلت ستيج اوف امفيبيان ان ذا، نقرا الاربع اختيارات ونفكر فيهم مع بعض. ايه الفرق ما بين البوني فيش والادلت ستيج اوف امفيبيان؟ يا ترى هم مختلفين في السكس سيباريشن يعني الميل لوحده والفيميل لوحده، ولا التايب اوف فيرتلايزيشن، ولا في الميثود اوف ريسبيريشن، ولا في الثيرمال ايكوليبريم؟ 5 سكند يا شباب فكروا. البوني فيش ديفر فروم ادلت ستيج اوف امفيبيان زي الفروج او السلمندر كده في ايه؟ اوكي يا شباب 5 سكند خلصوا. هم مختلفين في الميثود اوف ريسبيريشن، البوني فيش ريسبيريت باي جيلز او تو جيلز، انما الامفيبيانز الادلت ستيج بتاعها ريسبيريت باي لانج، اليانج ستيج او الامبريونيك ستيج بتاعها هو اللي بريز باي ايه؟ باي جيل، صح كده؟ تمام، يبقى بالتالي الميثود اوف ريسبيريشن هم اللي هي اللي هنختارها، تمام؟ طب نتاكد ان الباقي كده هم متشابهين في السكس سيباريشن، دول عندهم الميل لوحده والفيميل لوحده ودول كذلك. التايب اوف فيرتلايزيشن البوني فيش عندها اكسترنال فيرتلايزيشن، وكذلك الامفيبيانز عندهم اكسترنال فيرتلايزيشن. الثيرمال ايكوليبريم دول كولد بلادد انيمال ودول كمان كولد بلادد انيمال، صح كده؟ طيب مين دول يا شباب؟ دول كده قبل ما نقرا السؤال اصلا لازم البيكتشر دي تلزق في دماغي باسمهم على طول. رقم ايه ده مين يا شباب؟ ده ستار فيش، صح؟ ده مين ده؟ ده السي انيمون من النيجيريا، صح كده؟ ده الاكتوبس من ملاسكا، وده الايه ده؟ احنا ما قلنا ستار فيش ده من الايه؟ من الايكينوديرماتا. طيب اخر حاجه دي مين؟ دي السكولوباندرا من الارثروبود، صح؟ صح كده؟ اللي هي الميوريا بودز، صح كده؟ تمام. Which of the following living organism whose body contains gastrovascular cavity؟ احنا خدنا مين في دول يا شباب عنده gastrovascular cavity؟ احنا قلنا في عيله النيديريا هي عندها حاجه زي ما تقول ماوس اهي، صح كده؟ والماوس ده موصل على كافيتي بنسميها gastrovascular cavity. يبقى الاختيار بتاعنا مين في دول عنده gastrovascular cavity؟ هو اي حاجه تبع في لم نيديريا، وبالتالي هختار الاجابه بي،
صح يا شباب. اوكي طيب، ذا ريشيو بتوين ذا نمبر اوف فينو تايب فور ذا دوميننت ليسل جين تو ذا ريسيسيف ليسل جين وين كروسنج امونج هايبريد انديفيديوال تيكس بليس از كام ريسبكتيفلي، كام تو كام بقى 1 تو 1 ولا 2 تو 1 ولا 1 تو 2 ولا 1 تو 3. طيب احنا عشان ما نختارش تعالوا نشوف ده وده، انا عايز ريشيو بين حاجتين، بين الفينو تايب هنا للفينو تايب هنا. الفينو تايب بتاع مين؟ بتاع الدوميننت ليسل جين. انا عارف ان في الدوميننت ليسل جين هيبقى عندي كام فينو تايب، انا هيموت عندي الدوميننت بيور صح كده، هيتفضل لي الدوميننت الهايبريد وهيتفضل لي الريسيسيف، يبقى كام جينو تايب قصدي سوري كام فينو تايب فضل لي؟ عندي 2 فينو تايب فضلوا لي، اللي هيعيش من في الدوميننت ليسل جين 2 فينو تايب، ف2 الى او ممكن تكون 2 ل 2 واختار 1 ل 1 ماشي. هم مبدئيا اول حاجه عندي 2 فينو تايب. طب الريسيسيف ليسل جين هيموت عندي الريسيسيف صح كده، وهيتفضل لي الدوميننت الهايبريد والدوميننت الايه البيور صح، وبالتالي هم كام فينو تايب فضلوا في الريسيسيف ليسل جين؟ هو فضل 1 فينو تايب بس، لان الاثنين دوميننت سواء هايبريد او بيور هم الاثنين دوميننت، فالاجابه هم 2 تو 1 صح كده. لو كان قال بقى جينو تايب كنا هنغير حسابات، انما في الفينو طيب انا لقيت الريشيو 2 تو 1 يا شباب. طيب اف كروسنج اوكير بتوين تو جرين بي بلانت هاف ا هيتيروزايجوس بير اوف جينيتيك تري اند ذا ريزلت اوف سبرينج كونتين 200 بلانت. طيب مبدئيا جرين بي بلانت ده بتاع مين؟ بتاع مندل. هو مندل جوز هيتيرو او يعني الجرين بي بلانت ده جوزنا فيه هيتيرو زايجوس بير اوف جينيتيك تريد، يعني لو اخترت مثلا الجين بتاع التريد دي ايه كابيتال، فانا جوزت ايه كابيتال اسمول لايه كابيتال اسمول صح كده. طيب النتيجه النهائيه طلع لي 200 بلانت. So the number of heterozygous plant is about. طب عشان ما انتهش يعني احنا لو فكرنا منتلي كده هنجيبها، بس عشان ما انتهش تعالوا نرسمها. ادي heterozygous parent اولاني وادي heterozygous parent التاني، كلكم خلاص اساتذه في حته تقسيم الجاميتس كده، وبعدين fertilization of gamete هتطلع 25% من الجنريشن كاري 2 dominant جين و25% من الجنريشن كاري 2 recessive جين و50% من الجنريشن heterozygous. فهو بيقول لك so the number of heterozygous plant is about كام؟ is about نص ال 200 صح كده؟ 50% من 200 تقريبا بقى 100 صح كده؟ اقل بقى شويه اكتر شويه، انت بتتكلم في ريشيو مش رقم ثابت، فالاجابه 100. يعني لو كان قال لي الاجابه هنا 95 كنت هختارها برضه، لو كان قال لي 105 انا about 100 about النص صح كده؟ فالراجل يعني مريحك تماما وجيب لك الرقم اللي في النص بالظبط يا شباب تمام. طيب ذا ايج لاينج تري in females is considered an example for انهي تريد بقى؟ six linked ولا six influenced ولا six limited؟ هي طبعا مش مندليان. انهي تريد دول يا شباب؟ انهي تريد يعني الايج لينج تريد دي تعتبر، اتفضلوا يا شباب معاكم 5 seconds، طبعا دي limited for female only، فبالتالي هي six limited تريد صح يا شباب؟ اوكي طيب the means of locomotion are varied in phylum. شوفوا لي انهي phylum في دول اللي المين اوف locomotion فيها بتختلف according to the living organism اللي موجودين في الفيلم دي. الاختيارات يا شباب phylum بروفيرا، phylum مولاسكا، phylum echinoderماتا، phylum amphibian. اتفضلوا يا شباب معكم 5 seconds. الاجابه فيلم إيكينودرماتا. في الإيكينودرماتا يا شباب حاجة زي السي ستار موف باي إيه أو اللوكوموشن مين أوف لوكوموشن بتاعتها بالآرمز، حاجة زي السي أورشين المين أوف لوكوموشن بتاعتها بالسباين، حاجة زي السي كيوكمبر خيار البحر المين أوف لوكوموشن بالتيوب فيت، فهم مختلفين هم في الإيه؟ في المين أوف لوكوموشن صح كده؟ طيب كروموزومز كان بي ستاديد ثرو سامبلز فروم اول ذا فولوينج اكسبت. احنا عارفين ان الكروموزومات دي يا شباب موجوده في النيوكليوس، فنقدر اشوفها في اي سل فيها نيوكليوس. يعني بصيغه اخرى السؤال ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انهي سل بدول ما فيهاش نيوكليوس، فبالتالي انت مش هتقدر تشوف الكروموزومات تمام. هل هي بقى الوايت بلاد سيل ولا النيرف سيل ولا الريد بلاد سيل؟ هي الريد بلاد سيل يعني ريد بلاد كورباسل، والوايت بلاد سيل يعني وايت بلاد كورباسل، ولا السكن؟ اتفضل يا شباب معاك 5 سكند. انهي سل من دول ما فيهاش نيوكليوس وبالتالي انا مش هقدر اشوف فيها الكروموزوم؟ كلنا عارفين ان الريد بلاد سيل ربنا خلقها من غير نيوكليوس عشان يبقى فيها امبتي سبيس كبيره علشان تشيل الاكسجين جاز او الكربون دايكسيد جاز، فبالتالي سعادتك مش هتقدر تشوف الريد بلاد كورباسل، تقدر تشوف الكروموزومات يعني في الريد بلاد كورباسل عشان ما فيهاش نيوكليوس تمام. اوكي يا شباب
all the following plants form seed except مين في دول بقى ما بيعملش seed؟ يا ترى كاكتيوس ولا الكوتون ولا البينس بلانت ولا البوليبوديم؟ 5 سكند يا شباب، شوفوا انهي دول مش هيطلع سيد. كلنا عارفين ان البوليبوديم مش هيطلع سيد، عنده سبورز صح، عنده سوراي في اللور سيرفيس كده بتطلع سبورز صح كده. الكاكتيوس ده من المونوكوتيليدون بيطلع سيد، الكوتون ده من الدايكوتيليدون بيطلع سيد، البينس بلانت مش جيمنوسبيرمز اللي بيطلع نيجد سيد، ما حواليها مش حواليها يعني ما فيش حواليها بيريكارب. البوليبوديم ده ما بيطلعش سيد اصلا. أأمل إن الامتحان يكون سهل وكلكم حلتوه بصورة صحيحة وحصلتوا على الفورم ورك فيه. أتمنى لكم التوفيق دائما، إلى أن نتقابل على خير، السلام عليكم.